للتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة الشيخ عايض القرني الداعية والمفكر الإسلامي. دكتور عايض أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. تتابع ما يجري حاليا في سوريا ونحن لدينا عتب على علماء الأمة الذين لهم حضور في الوطن العربي والإسلامي من قصورهم في التدخل أو على الأقل في الدعوة إلى رفع الظلم عن الشعب السوري وإنهاء الأزمة السورية. أهلا وسهلا يا أخ محمد، حياك الله والإخوة المشاهدين. أحمد الله وصلي وسلم على رسوله مصطفاه وآله وصحبه ومواله. أما بعد، فقد طفح الكيل وبلغ الحزام الظبيين، وما هناك ساكت إلا خاوي ضمير. والواجب على العلماء والدعاة جميعا أن يقولوا كلمة الحق أمام المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري. اسمح لي حفظك الله أن أقدم رسائل مختصرة للشعب السوري والجيش السوري الحر، ورسالة أيضا للطاغية الجزار بشار الأسد. أقول لا يجوز للجيش السوري أن يمتثل أوامر هذا الطاغية أو ينفذ أوامره، فيحرم عليه قتل الشعب السوري حرام، لأنه قتل للنفس المعصومة. يقول عليه الصلاة والسلام في مصعنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. ولهذا سبحانه ذكر الله أنه يجمع الطغاة مع جنودهم وأتباعهم في جهنم، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إني أقول: ماذا يقول الجيش السوري وهو يقتل أبناءه ويقتل أطفاله ونساءه وعجائزه؟ والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. أما الرسائل باختصار أخي محمد، أقول: هذا النظام ذاهب وغارق وسفينته منتهية، على الجيش السوري أن ينقذ نفسه وأن يخرج من هذا القارب المعطوب. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. والدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن 500 عالم الآن في غضون توقيع بيان من العالم الإسلامي على وجوب حمل السلاح ضد بشار الأسد ونظامه على الشعب السوري. الثالث، الطائفة العلوية أو الأقليات محترمة، وهي جزء أصيل من الشعب السوري، ولها الحق في العيش بكرامة كبقية الطوائف الأخرى. عدو الشعب السوري داخل الحدود أشد وأشرس من عدوه خارج الحدود. بشار الأسد منتهي شرعيته وهو قاتل، والواجب تقديمه العدالة وقتله، حتى من وجد سبيل إلى قتله فإنه قد وجب عليه القتل بفتوى علماء المسلمين لأنه قاتل. من الذي قتل حمزة الخطيب إلا بشار؟ وهاجر الخطيب ومروى حسان وزهير العمار ومجد الرفاعي وتمام الصيادي ورهف عبد الجليل ومئات الأطفال. من الذي هدم المساجد إلا هذا النظام الفاشي البوليسي المجرم الآثم؟ ثم إني أقول أيضا إن عدو الشعب السوري أو جيش الشعب السوري الواجب أن يحمي الديار، يعني في الجولان أو ضد إسرائيل، لكنه تحول إلى قاتل للشعب. ثم إني أقول إن حزب البعث الذي قام على النظام في سوريا هو حزب مارق بفتوى علماء المسلمين، حتى بعض هيئة كبار العلماء بالسعودية والأزهر، وقد ألف في رسائل على مروكي هو مضاد لفكرة الإسلام ولمشروع الإسلام، أنشأه البيطار القومي المنحرف عن منهج الله وميشيل عفلق النصراني المسيحي، وأحسن من كتب فيه الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي في كتاب حزب البعث عقائده وأهدافه ومقاصده. ثم أتحول أيضا إلى بعض الوقفات إن سمحت لي. طيب، لكن اسمح لي شيخ عايض، قبل النقاط أو قبل التحول إلى تلك الوقفات، لدي سؤال. أنت الآن تقول شرعا بأن هذا النظام قد سقط، ولكن هناك أيضا يستخدمون الشرع، أقصد في سوريا، مو في سوريا، يقول بأن نفس الوصف الذي تذكره أنت على بشار الأسد هؤلاء يضعونه على المعارضة السورية، يكفرونهم ويحللون قتلهم ويرون بأن القتل من الجيش السوري شهداء في محاربة أولئك أيضا. أحسنت. هو الذي يفتي للنظام هو أزلام النظام وعلماء السوء من أتباع النظام. بالله عليك، هل هناك مسلم عاقل وطالب علم يحترم فتوى بدر الدين حسون؟ وهو يقول: حتى لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم رددت عليه في شأن المسيحيين وفي شأن الطوائف الأخرى. حسون الذي يصلي على القتلة من النظام الذين قتلوا الأطفال وهم لا يعرفون الصلاة ولا القرآن ولا الوضوء،
هذا غسل العالم الإسلامي أيديه. سوف يصدر في حسان وحده فتوى من 500 عالم قريبا من علماء المسلمين. أنا عتبي على المفكر والفيلسوف الشيخ البوطي لأنه رجل عالم وكان يحترم نفسه، ولكن انساق وراء النظام وأخذ يبرر المجازر كأنه ما رأى قتل الشيوخ والأطفال وتهديم المساجد وتمزيق المصاحف أو أنه مضغوط عليه. أنا ربما اعتذر على أنه مكره هو البوطي وخاف من أن يعدم هو. أما حسون فما هناك أحد يقبل بفتوى حتى النصارى ولا اليهود ولا البوذيين، هو سقطت عدالته تماما وأصبح هو يقدم مسرحية هزيلة للنظام. وزاد على ذلك المفتي آية الله حسن نصر الله يقول إنه كذب ما يجري، أنا سمعته بنفسي في قناة فضائية يقول كذب ما يجري في حمص، هذا مثل شهادة اليهود في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الذي يجري في حمص مزور وليس بصحيح ولا يقدم هذا النظام على هذا. يعني القنوات كاذبة والإعلاميون والمفكرون والعلماء والناقلات والفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وهو صادق هذا الآثم المسمى حسن نصر الله يكذب العالم كله يقول ما في حمص. شوف يقول قل أرأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، فعوذ بالله من شهادة الزور. أما الرئيس السوري فأقول له بالله هل بقي عندك ذرة حياء واحدة أو قطرة دم لتحكم تقول تحكم ساعة واحدة سوريا وتستفتي على دستور بعدما فعلت الذي فعلت؟ بالله فعل اليهود أعداء الله ما فعل بالسوريين كما فعل هو، ولكني أنتظر من الله يوما موعودا فيه. وأقول إنما تؤخذ الفتوى من علماء المسلمين، ويا أخ محمد أفتى هيئة اتحاد العلماء المسلمين بفتوى وجوب جهاد الشعب السوري لنظامه، أفتوا بإدانة العملية، أفتوا بأن هذا نظام مجرم فاشي بوليسي خارج من الإسلام. بعض علماء السعودية أفتوا بأن هذا النظام مارق كما تقدم وأنه عدو للإسلام ويجب جهاده وتقديمه للعدالة وللاقتصاص منه. طيب دكتور عايض اسمح لي بسؤال قبل أن تتحدث عن النقاط التي أشرت إليها فيما سبق. تحدثت في حديثك عن 500 عالم دين ومفكر إسلامي في العالم الإسلامي سيصدرون بيانا مشتركا يدين ما يجري في سوريا. نعم ذكر الدكتور عبد الكريم بكار هو من علماء مفكري سوريا أنه الآن في إعداد بيان من علماء العالم الإسلامي 500 عالم يرون عدم جواز أن يقدم الشعب السوري على إقدامه وأن هذا النظام لا شرعية له ووجوب أن يجاهد الشعب السوري. وأنا بهذه المناسبة أقول يجب على الشعب السوري المناضل البطل الذي أثبت أنه على مستوى الأحداث والثورة وهم أحفاد خالد بن وليد وهم في شام الخير والبركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أثبت أنه على مستوى الشرف والمجد والرفعة، أقول يجب على السوريين أن يحملوا السلاح، كل من يستطيع حمل السلاح يحمله ويقاتل بشار الأسد، قتله أوجب من قتل إسرائيل الآن، ولو قاتلوا بالحجارة حتى ينتهي، لأن هذا أصبح واجب شرعي نصت عليه الأدلة الشرعية، لأن في دفع الصائل ودفع المجرم اجتمعت فيه أنه مارق وأنه قاتل وأنه صائل وأنه متآمر على الأمة وأنه أيضا زنديق في الديانة بالنصوص التي ذكرتها في كتب أهل العلم عن حزب البعث كما ذكر بعض هيئة كبار العلماء. طيب. وكما ذكر بعض علماء الأزهر أو علماء الأزهر. نقطة لو توضح لي يا شيخ عايض، أنت تقول بأن قتل الرئيس بشار الأسد الآن قتل مثلا أولى من قتل إسرائيلي بكشارون مثلا؟ هو وإياه سواء، هو الاسم مشتق من الاسم بشارون شارون كما يقول السوريون، ولذلك يقول والشعب، قلت في قصيدة سابقة والشعب والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. ولذلك النابلسي من علماء المحدثين القدامى في مصر يقول قتال الفاطميين أولى من قتال النصارى، يقول ومن عنده 10 أسهم، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يقول من عنده 10 أسهم فليطلق على الفاطميين 9 وليطلق على النصارى سهما واحدا، لأنه أثلا هدم المساجد ومزق المصحف، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم كما في القرآن. فكيف يذهب الشعب السوري يقاتل؟ ما يحرر الجولان أصلا حتى يذهب هذا النظام المتواطي العميل الذي تواطى مع أعداء الأمة وهو أصلا مع إسرائيل، وإسرائيل تقاتل بقوتها ليبقى هذا النظام الخائن العميل الذي ترك يقول حماية الديار، بل قتلت أهل الدار والمتآمر على الأمة الإسلامية. فأقول يبدأون ببشار، يقدم قاتل المسلم يقتل، هو قتل الأطفال
وقتل الشيوخ كما أسلفت، فهو الآن مكتوب عليه الإعدام، وأنا مع السوريين في الاستفتاء بدل الدستور أن يستفتوا هل يعدم أو يشنك أو يسحل أو يطرد أو يسجن، وسوف تقع فيه بإذن الواحد الأحد، ودعاء المسلمين لا يذهب هدرا بإذن الله، كل المساجد تضج بالدعاء عليه، والعباد والعلماء والزهاد، والفجر قريب، وأقول لشعب سوريا قريبا سوف تصلون إلى النصر والمجد والفتح بإذن الواحد الأحد. الشيخ حائض القرني الداعي والمفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك.